بسم الله الرحمن الرحيم، كل الحب وكل التفاؤل. سعيد اني اكون معكم اليوم اعزائي وابنائي طلاب صف سابع بمدرسه صلاح الدين الايوبي المستقله للبنين، معا لنتقدم ونتفوق. اليوم ان شاء الله هنقوم بمراجعه وحل مذكره المراجعه للتقرير الثاني، متمنين ان شاء الله تكون في قمة الفائدة وجزيل العمل إن شاء الله. أول شيء السؤال الأول، بيقول حل كل معادلة فيما يأتي وتحقق من ساحة الحل. حل المعادلة لازم نكون فاهمين كلمة حل المعادلة. كلمة حل المعادلة هو الحصول على قيمة X، وقيمة X ما نقدرش نحصل عليها إن إذا كانت X لوحدها بروحها، بمعنى إن ما يمكن يكون جنب بعض أربعة ولا ثلاثة. مجموعة من الإجراءات أنا بقوم بيها علشان أحصل على X وحدها. أول شيء لازم أتخلص من الأربعة. بنقوم بالتخلص من كل الأشياء اللي جنب X باستخدام العمليات العكسية. يعني هنا 2x plus 4 equal 16. علشان اتخلص من 4 هنا plus 4 يبقى minus 4، هنا minus 4 يبقى هنا 2x minus 4 plus 4 خلاص 16 minus 4 equal 12. تخلصت من 4 بعملية عكسية بلس بقت ماينس. الفرق هنا أو الباقي إن أنا أتخلص من الـ 2. الـ 2 مضروبة في الـ X، يبقى التخلص هنا بالعملية العكسية. العملية العكسية بالضرب هي التقسيم، يبقى التقسيم 2 تقسيم 2 يبقى X إيكوال 6. يبقى إذا أنا حصلت كده وصلت لحل المعادلة X إيكوال 6. طيب باقي شيء هو طلبه مني في المسألة وتحقق من صحة الحل. كلمة تتحقق من صحة الحل يعني أنا لو قمت بالتعويض عن x equal 6 في الطرف الأيسر لازم أحصل على الطرف الأيمن. يعني هقول له تحقق من الحل بالتعويض في left hand side يعني الطرف الأيسر. الطرف الأيسر هو عندي 2x plus 4. 2x plus 4. الـ x اللي حصلت عليها قيمتها بكام؟ 6 يبقى 2. 6 plus 4 يبقى 2 times 6 equal 12 plus 4 equal 16 اللي هو equal ها دي left hand side يبقى right hand side. يبقى كده فعلا الحل مصدوم. المسألة اللي بعدها بنستخدم المعادلات في تطبيقات حياتيه بنستخدمها في ايجاد بعض القيم. ثلاث اعداد صحيحه متتاليه مجموعها 84. اكتب معادله تعبر عن المساله ثم حلها. اعزائي كلمه متتاليه ثلاث اعداد صحيحه متتاليه. لو احنا قلنا الاعداد المتتاليه 1 2 3 4 كلمه متتاليه معناها كل حد بيزداد، كل حد بيبدا اكبر من الحد اللي قبله بكام؟ برافو، انا سامع حد بيقول اهو واحد، يبقى انا وفرت العدد الاول اكس، يبقى العدد اللي بعده بيزيد عنه بكام؟ واحد، برافو، يبقى كام؟ برافو اكس بلس 1، واللي بعده اكس بلس 2، يبقى دي انا فرضت المفروض اكس اكس بلس 1 واكس بلس 2 دي فرق الثلاث اعداد اللي انا ببحث عنها. رجع قال لي ايه؟ مجموعها. المجموع ده يعني ايه؟ برافو، يعني ان انا هجمع، يبقى اقول له اكس بلس اكس بلس 1 بلس اكس بلس 2 ايكوال كام؟ فيري جود. نجمع حدود متشابهه اكس واكس واكس
1 2 3 يبقى 3 x بلس 1 بلس 2 ايكوال 3 ايكوال 84. كده كونت المعادله، كونت المعادله. طيب عايز احل المعادله. سامع في ناس بتكلمني؟ ايوه حل المعادله زي ما قلنا صح، برافو عليكم. اللي انا ببحث عن قيمه الاكس، ببحث عن قيمه الاكس، يبقى اقول 3x 3x بلس 3 ايكوال 84. الله ممتازين. سامع ناس عماله تقول هنخلص من ال 3، ال 3 بلس، يبقى هنقول له ماينس 3 ماينس 3. ممتازين. دايما كده طلاب صف سابع. يبقى 3x ايكوال 81. بقى عندي مشكله 3، فيري جود. تقسيم 3، تقسيم 3 ايكوال اكس ايكوال كام؟ ها؟ مش عارف حد يتكلم، برافو عليك، من غير قلق. ايوه يبقى كام؟ 27. طب انا اللي جبت هو قال لي سلاسل اعداد، انا حاسبت على عدد واحد، ممكن اجيبها بطريقتين. انا قلت الاكس 27 يبقى اللي بعدها 28 اللي بعدها 29، برافو. بس هو قايل لي ان هم سلاسل اعداد متتاليه، اولهم 27 يبقى اللي بعده 28 اللي بعده 29. برافو برافو برافو. طيب لو عايز اتحقق من صحه الحل، التحقق من صحه الحل قايل لي مجموعهم 84، يعني انا لو جمعتهم لازم يديني في النهايه 84. مجموعهم كده 27 بلس 28 بلس 29 نجمع. ها 7 بلس 8 ايكوال 15 بلس 9 ها ايكوال 24. 4 عند كام؟ 2 4 6 8. يبقى اذا انا صح، يبقى ثلاثة اعداد مجموعها 84 هيبقى كام؟ 29 27 28 29. المسألة اللي بعدها بيقول لك حل المتباينات الآتية ثم مثل مجموعة حلها بيانية على خط الأعداد. لازم هنا نتكلم ونفهم الفرق بين كلمة المعادلة والمتباين. كلمة المعادلة جاية من كلمة تعادل أي تساوي، عشان كده في المعادلة اللي فاتت واللي قبلها كان في مساواة بين ايكوال بين الطرفين. لكن كلمة متباينة جاية، الناس اللي شاطرة في اللغة العربية، التباين أو الاختلاف، والاختلاف عدم التساوي. عشان كده أنا بستخدم greater than or less than. نفس الوضع يا شباب، اني انا بحاول احصل على الاكس بروحها، الاكس لوحدها، فانا هقول له اكس ماينس 1 ليس ذات ايكوال 5. دي معناها ان انا عايز اتخلص من ماينس 1. سامع حد بيقول دي ماينس 1 يبقى لازم اتخلص منها بعكس العمليه، يعني برافو برافو بلس 1. بس طرف واحد ولا طرفين؟ طرفين اثنين، عشان احافظ على التوازن بتاع المتباين. يبقى هنا اكس ها خلاص كسبت 1 وخسرت 1، ما بقى معايا شيء اقل من او يساوي 6. يبقى اكس اقل من او يساوي 6. في فرق ثاني مهم جدا بين المتباينه اللي احنا بنحلها وبين المعادله السابقه. ايه الفرق؟ ان هنا قيمه اكس قيمه وحيده في المعادله، انما في المتباينه ايش اقل من او ايكوال 6؟ ان اقل من 6 او اقل ايكوال ليس ذات اور ايكوال 6، يعني 6 لسه اقل منها، يعني 5، يعني 4. طبعا كبير نهائي. خلاص دي مجموعة الحل. قال له بس مجموعة حلها بيانيا على خط الاعداد. خط الاعداد النمبر لاين فاكرينه كلنا؟ زيرو يمين 1 2
3 4 5 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 and the h back 6 زي ما كلنا عارفين المحاور المتعامدة فيها اكس محور اكس ومحور واي، يعني انا لازم لما اعوض لازم يطلع لي زوج مرتب عباره عن اكس وعباره عن واي. هبدا اعوض واخد قيم من عندي 0 1 2 وابدا اعمل عمليه تعويض في المعادله اللي هي اليوم تبعي. يلا معايا اعوض ب 0 2 0 بلس 2 2 تايمز 0 ايكوال 0 بلس 2 ايكوال 2. يبقى لو عوضت بالاكس 0 طلعت الواي ب 2، يبقى الزوج المرتب اللي عندي اوله اكس 0 والمصدر الثاني 2 اللي هو واي. عوض 1 يلا معايا رقم 2 1 بلس 2 2 تايمز 1 ايكوال 2 بلس 2 ايكوال 4. يبقى لما عوضت بالاكس ايكوال 1 طلع y equal 4، يبقى 1 and 4. الx 1 الy طلعت 4، يبقى كل x لازم يطلع لها 1. يبقى اذا هنعوض ب 2 2 x equal 2 plus 2 2 times 2 equal 4 plus 2 equal 6. يبقى اذا الx ب 2 الy طلعت بكام؟ ب 6. يبقى انا عندي ثلاث ازواج مرتبه او ثلاث نقاط بلس 2. سامع حد من بعيد يقول لي يا استاذ ده لازم تطلع خط مستقيم، برافو عليك، خط مستقيم لان دي داله خطيه بتوصل بخط مستقيم. يعني انا لو قسمت الثلاث نقاط وطلعوا على استقامه واحده يبقى انا حل سليم، لو ما طلعوا على استقامه واحده يبقى اذا في خطا في الحل ده غير الحل. يلا نرسم مع بعض النقاط، برافو. 0 اند 2 بدا من هنا يا شباب. 0 معناها اتحركت لا يمين ولا يسار. زيرو ما اتحركتش على الاكس خالص. تاب 2 طلعت فوق لان موجب. زيرو اند 2. اول نقطه. طيب النقطه الثانيه هبدا من هنا 1. يبقى مشيت يمين ولا شمال؟ برافو، مشيت يمين عشان موجب وطلعت جنب فوق عشان موجب برضه. 1 2 3 4. ادي ثاني نقطه. النقطه الثالثه هبدا من هنا برضه 2 اند 6. يبقى اتحرك 2 على الاكس 1 2 وطلعت 6 1 2 3 4 5 6. الله. طيب انا لو وصلت الخط المستقيم هتلاقيهم كلهم على استقامه واحده. يبقى اذا ده 50 الداله وطالما الثلاث نقاط دول على استقامه واحده. ايش يعني استقامه واحده؟ يعني لو انا وصلت المستقيم طلع النقاط كلها بتطلع على المستقيم، ما في يبقى انا حلي سليم. برافو عليك، برافو. هنبدأ نتكلم على المتتاليات، والمتتاليات يا شباب معناها مجموعة من الأعداد بتتبع قاعدة معينة. بقدر أتنبأ بالحدود، بقول لي اكتب الحدود الثلاث الحدود الأولى للمتتالية التي حدها العام tn equal 3n plus 1. يبقى انا محتاج اجيب t1 ومحتاج اجيب t2
محتاجين انت 3 ليه؟ لان انا السلاسل هدومي الاولى للمتتابع. بص معايا، انا هنا قلت دي ان ايكوال 3 ان بلس 1، ده الجنرال تيرم الحد العام. طب قلت دي 1، ملاحظ ايه؟ غيرت ال ان ب 1، يبقى المفروض في اليمه الثانيه الصوب الثاني اغير ان ب 1، يبقى 3 وادي 1 بلس 1. 3 تايمز 1 ايكوال 3 بلس 1 ايكوال 4. حد الاول 4. طيب ال ان اصبحت 2، يبقى انا لازم اغير الجنب الثاني الصوب الثاني ال ان ب 2، يبقى 3 2 بلس 1، يبقى 3 تايمز 2 ايكوال 6 بلس 1 ايكوال 7. تي 3 نفس الكلام، ان اصبحت 3، يبقى لازم انا اغير كل ال ان في الصوب الثاني 3، يبقى 3 تايمز 3 بلس 1 ايكوال 9 بلس 1 ايكوال 10. يبقى حدود الثلاثة 4 7 10. طب لو سألت وقلت المتتابعة دي تزايدية ولا تناقصية؟ برافو، سامع من بعيد، تزايدية يا أستاذ. ليه دي تزايدية؟ لأنها بتزيد 4 7 10. طب نقدر نجيب أساسها أو هي بتزيد بكام؟ آه بتزيد بكام؟ ب 3، لأن دي بلس 3 ودي بلس 3. طب لو أنا مش عارف أعرف الأساس إن هو بلس 3، أعمل إيه؟ أطرح أي حد من اللي قبله، يبقى 7 ماينس 4 إيكوال 3 أو 10 ماينس 7 إيكوال 3، يبقى دي متتالية حدها العام تي إن إيكوال 3 إن بلس 1، وأول ثلاث حدود فيها 4 7 10. أول شيء المتتالية دي تزايدية ولا تناقصية؟
11 minus 6 equal 5. طب انا مش متاكد، اقول له 16 minus 11 equal 5. يا عم مش فاهم، اقول له 21 minus 16 equal 5. يبقى الحد بتاعك كام؟ ب 5. طيب عايز اعمل الحد العادي، يبقى اقول له 5 n. لازم احط 5 كام n؟ t n equal 5 n. طيب بلس 1، ليه قلت بلس 1؟ ها؟ لأني لو أنت شلت دي ربيته 1 ترتيبه 2 ترتيبه 3 ترتيبه 4. لو أنا عايز أجيب حد تي 1 هقول له 5 تايمز 1 بلس 1 إيكوال 5 بلس 1 إيكوال 6. هو الحد الأول. لو عايز أتأكد أجيب تي 2 يبقى 5 تايمز 2 بلس 1 ايكوال 10 بلس 1 ايكوال 11. الله، هو نفس الحد. طب عايز اجيب الحد التاني تي 3 ايكوال 5 تايمز 3 بلس 1 يبقى 15 بلس 1 ايكوال 16. يبقى اذا 5 ان بلس 1 هو الحد. طب ايه اللي خلاني اقول 5 ان وعملت عليها بلس 1؟ لان انا اول حاجه جبتها اساس المتتالي. اساس المتتالي يعني ايه؟ اساس المتتالية يعني هي بتزيد بكام؟ طب جبته ازاي؟ اي حد ماينس الحد اللي قبله طلع 5. اول حاجه بحطها 5 ان، وبعدين ببص 5 ان. لو انا عايز اجيب الحد الاول يبقى 5 تايمز 1 ايكوال 5 ناقص كام على 6 بلس 1. جربتها طلع، يبقى الحد الان تي ان ايكوال 5 ان بلس 1. في الشكل المجاور اوجد قيمة كل من W and B، وهنا بننتقل إلى الهندسة. الهندسة حاجة بسيطة خالص بتعتمد على خواص الأشكال. الشكل اللي قدامنا ده شكل إيه؟ مثلث. كلمة مثلث يعني كل حاجة فيه ثلاثة. 1 2 3 ثلاث رؤوس. 1 2 3 ثلاث أطراف. 1 2 3 ثلاث زوايا. طيب اي نوع من المثلثات قدامنا؟ برافو، مثلث المساوي الاطراف. رد عليه فعلا، سامعك كنت بتقول له علشان الثلاثه انا ميزه هذا الشكل بيمثل طالما هي في شرطه وشرطه وشرطه معناها ان المثلث متساوي للاطراف. كلمه مثلث متساوي الاطراف زي ما قلنا ان المثلث كل حاجه فيه ثلاثه، فالمثلث متساوي الاطراف كل حاجه فيه بتساوي بعضها. لا، مش زي ما انت قلت الاطراف بتساوي بعضها والزوايا بتساوي بعضها. اللي جنبك قالك قبل ما انا ارد عليه. طيب مين يفكرني بمجموع قياسات زوايا المثلث الداخله؟ برافو، 180 درجه 180. حلو، لما يكون هو مثلث متساوي الاطراف وكل حاجه فيه متساويه، طبعا الاطراف بتساوي بعضها والزوايا بتساوي بعضها، يبقى اذا الزوايا كلها متساويه. احنا خدنا وقلنا ان لو مثلث متساوي الاطراف يبقى كل زاويه منه بتساوي كام؟ برافو، 6 لان الثلاثه قد بعض، فالثلاثه في الاخر لازم يساوي 1/2. لا 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 لا، يبقى 2 دبليو بتساوي كام؟ برافو عليك، 2 دبليو ايكوال 6 فيريبل. لا انا عايز دبليو، هو طالب مني سكريبت الدبليو ولا البي؟ لا يا استاذ سكريبت الدبليو. طب انا عندي 2 دبليو، اقسم على 2. الناس الشاطره بتاعت سوامع، يبقى دبليو ايكوال 6، يبقى قيمة الـ W equal 0. ده على مستوى الزوايا. طب أنت قلت برضه يا أستاذ إن كل حاجة فيه متساوية بالنسبة للأضلاع. قال لا، يعني الضلع ده 12، يبقى الضلع ده 12، يبقى الضلع ده 12، يعني 3B equal 12؟ آه. قال لا، أنا عايز B ولا 3B؟ لا أنا عايز B. برافو عليك، بتقسم على كام؟ over 3 over 3، يبقى B equal 4. من خواص الاشكال برضه في انواع الزوايا، سامع حد حقيقي سامع عمال يتكلم ويقول لي اه الزوايا انواع كتير، منها ايه؟ برافو، الحاده، اكل، برافو، المنفرده، قطز. قال لك من بعيد القائمه اللي هي رايت انجل، رايت انجل اللي هي قياسها 90. طب لو هو
مستقيم. برافو، كلنا عارفين ان هي زاويه مستقيمه. مين يقول لي قياس الزاويه المستقيمه؟ برافو عليكم. 180 يبقى زاويه بيجن اوف انجل اي بي سي ده هيساوي 180 كلها على بعضها 180. طب هي اللي مقسمه لكام لكام زاويه؟ 1 2 3 ده انا عندي الميجر بتاع دي والميجر بتاع دي ناقص لي واحد، يبقى على طول برافو زي ما استاذ قال لنا 180 ماينس 50 بلس 40 برافو عليك، يبقى 180 ماينس 90 يبقى ايكوال دي طبعا لما بنجيب دي اكس يبقى اكس ايكوال 90 ديجري. 90 ديجري فعلا هي زاويه قائمه. باستعمال الادوات الهندسيه ودي انشاءات هندسيه واحنا خدنا ان شاء الله باستعمال الادوات الهندسيه انشا المثلث اي بي سي اذا علمت ان اي بي ايكوال 5 سنتيمتر بي سي ايكوال 3 سنتيمتر اي سي ايكوال 4 سنتيمتر. ده رقم الاقواس وهنشوف دلوقتي بعد ما نرسم ايه فايده التعليمات دي. اول شيء الادوات المستخدمه المسطره زي ما احنا شايفين كده المسطره ودي عندنا والفرجار المسطره والفرجار. اول شيء ببدا بانشاء القاعده. انا ليا نقطه الحريه ابدا باي شيء، ليا نقطه الحريه ابدا بال 5 3 اور 4، لكن انا ليا نقطه الحريه بقول هنبدا بايه؟ بال 5. يبقى ارسم الاول 5 اسمه ايه بقى 5؟ A B A B واكتب 5 سنتيمتر. بعد كده بمسك الفرجار واختار الضلع الثاني، هنختار مثلا بي سي ايكوال 3. افتح الفرجار على 3 واقيس على المسطره بتاعتي، اقيس على المسطره بتاعتي 3 سنتيمتر اسمه ايه بقى 3 سنتيمتر؟ اسمه بي سي. يبقى هنتكس في بي واعمل قوس. ايوه برافو عليك، هي دي الاقواس اللي مش ممكن تتمسك. بس يبقى فاضل اي سي 4 سنتيمتر 4 اسمه ايه بقى؟ اسمه اي سي. يبقى انا هتكس فين؟ في ايه؟ تقاطع في نقطة. برافو عليك، هي نقطة سي. امسك استخدم المسطرة بتاعتي واوصل اي سي واوصل بي سي. يبقى اذا انشأنا المثلث A B C. A B 5 سنتيمتر، A C 4 سنتيمتر، B C equals 3 سنتيمتر باستخدام المسطرة والفرجار. لا ترك الأقواس معناها الأقواس اللي أنا استخدمت الفرجار في إحداثها ما تتمسحش، لأن أنا بعرف إن أنت استخدمت الفرجار باستخدام. مسحك الأقواس بيخليني انقص ضربات، واعتقد ان احنا كلنا حريصين على الضربات. ابنائي الاعزاء ارجو ان احنا نكون قدمنا مراجعه مفيده لطلب الصف السابع. ارجو كل التوفيق، ارجو كل النجاح، متمنيا بدوام النجاح الباهر ان شاء الله
مع تحيات قسم الرياضيات بمدرسة صلاح الدين الأيوبي الإعدادية المستقلة البنين. شكرا.